لما نختار أجهزتي إن أنا دائما ننتبه لموضوع العمق والقطر. أفضل دائما يكون العمق أكبر أو يساوي من القطر، نتجنب ناخد عمق صغير مقارنة مع قطر أكبر منه. العاكس الداخلي للسبوت لايت يفضل يكون أسود أو فضي، ما يكون أبيض حتى ما ينعكس على الزجاج وما يكون مزعج. العاكس الأبيض أو LED بانل بيعطينا إزعاج وبينعكس على البلاط والزجاج، بينما العاكس الأسود بيضيء بدون ما يكون ظاهر. قبل التعديل LED بانل وبعد التعديل لاحظوا الأجهزة مريحة، فدائما الاختيار مهم. الجهاز اللي فوق منطقة الجلوس بنختاره يكون سبوت لايت متحرك مو داون لايت ثابت، بحيث انه ما يجي على منطقة الجلوس ونوجهه على اللوحة بيصير أريح. دائما معامل التمييز الأعلى بيظهر الألوان بشكل أفضل، فدائما ناخذ CRI أعلى قدر الإمكان. نتائج أفضل دائما نختار التوزيع الضوئي المناسب وزاوية الضوء المناسبة، بحيث انه الإنارة تنتشر بطريقة تجعل المكان أكثر جاذبية. اختيار الأجهزة المناسبة بيضيء المكان بطريقة جميلة وبدون إزعاج للعين.